قرر وزير الزراعة محمد داودية وقف استيراد الموز من كافة الدول حماية للإنتاج المحلي اعتبارا من هذا اليوم. من جهته قال الناطق باسم الوزارة لورنس المجالي إن السياسة العامة للزراعة ساهمت في المحافظة على محصول الموز وفي رفع إنتاجيته وتحسين سعر بيعه بالرغم من عدم التوسع في المساحات المزروعة. تفصل أكثر حول هذا القرار ينضم إلينا الآن الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي. أستاذ لورنس، أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. تأثير هذا القرار على المستهلك بالتحديد، تفضل. أسعد الله مساءك أولا زميلي العزيز. حقيقة الحديث عن إجراءات وزارة الزراعة وهي إجراءات شاملة انتوجت في الآونة الأخيرة ما يخص حماية المنتج المحلي واستهداف عدد من المحاصيل ذات الأثر والقيمة المضافة لمزارعنا الأردني، ومن ضمنها الموز وزيت الزيتون وبعض المنتجات مثل التفاح بحمايتها مباشرة، وقف الاستيراد حتى لا يكون هناك أي منافسة خارجية مع هذا المنتج المحلي، وخاصة بعد دراسة مستفيضة للكميات الموجودة لدى المزارعين، والكميات حقيقة يعني هي أكثر من الاستهلاك المحلي، يعني تقريبا الموز يقدر حوالي 285 طن يومي واحتياج المحلي يقدر 250 طن، فلذلك لن يتأثر بإذن الله سواء الواقع السعري بالنسبة للأسعار أو الكميات الواردة للسوق. إذن السعر بالتحديد لن يتأثر على المستهلك، هذه أهم نقطة. نعم طيب نعم تفضل. بالنسبة للكميات أيضا ستكون كافية طوال فترة العروة الخاصة في الموز سواء كان من تشرين حتى كانون، سيكون هناك كميات كافية من الإنتاج المحلي ولا تحتاج لأي نوع من أنواع الاستيراد من سواء كان الموز المستورد اللي حقيقة الحكومة يعني اتخذت فيه قرار مهم جدا بدفع حوالي 25% رسوم حوالي 250 دينار على كل طن، وايضا يعني هذا الحكومه اوقفت هذا الجانب حفاظا رغم يعني الدخل الكبير واثره على الاقتصاد، لكن رغم ذلك حافظت على ان يكون الميزه للموز المحلي. طب تم تنسيق ايضا استاذ لورنس مع وزاره الصناعه والتجاره فيما يتعلق بالتسعير ايضا لهذا المنتج خلال الفتره المقبله بحكم ألا يكون هنالك أي تعدي من قبل التجار على الأسعار؟ نعم زميل، حقيقة الحكومة هي مؤسسة واحدة سواء كان وزارة الزراعة أو وزارة الصناعة والتجارة، لا شك نحن يعني وأخواننا في وزارة الصناعة والتجارة وهناك دراسة شاملة ما بيننا في كل تفاصيل سواء التعامل مع المحاصيل أو المستورد أو وجود الكميات الواردة في السوق وقراءتها بشكل مسبق، وهذا بيتم بالتنسيق من وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة لكافة المحاصيل وليس فقط لمحصول الموز، كافة المحاصيل يتم دراستها، واعتقد انه كان في سقوط سعريه في الاسبوع الماضي من اخواننا في الصناعه والتجاره، ونحن في وزاره الزراعه في دراسات تامه نزودها الى الصناعه والتجاره لاتخاذ هذا الاجراء حفاظا على توفر المنتج الى المستهلك بالكميات وبالاسعار المناسبه التي تتوافق مع تلك الكميات. هل هناك توجه لمحاصيل اخرى لاتخاذ نفس القرار حولها استاذ لورنس خلال زميلي؟ نحن نستهدف 22 محصول ما بين الاستيراد والاستيراد التكميلي، لدينا اكتفاء ذاتي في عدد من المحاصيل منها البطاطا، واحنا بحمد الله البصل ايضا مقبلين على الاكتفاء الذاتي، الثوم مقبلين فيه ان شاء الله بتجربه قادمه على الاكتفاء الذاتي، الجزر ايضا، هناك محاصيل مهمه تستهدفها وزارة الزراعة في مسألة حماية المنتج المحلي ودعم المزارعين حد للتوسع في الزراعة، ويعني التوجه للاستيراد التكميلي فقط في حال يعني تغير العروة أو انخفاض الكميات الموجودة لدينا في السوق المحلي. طيب، نتوجه إلى الفوارق البسيطة ما يسمى بالاستيراد التكميلي. سريعا أستاذ لورنس، مدام عندنا اكتفاء ذاتي في بعض المحاصيل، هل هناك توجه لاحقا بدل الاستيراد نحو التصدير؟ نعم أكيد، هو لا شك أنه أولى خطتنا وأولوياتنا هي التوسع في البؤر التسويقية، نحن نبحث دائما عن أسواق سواء أسواقنا التقليدية نحافظ عليها ومن ثم الانتقال إلى أسواق جديدة لمنتجنا، وطبعا لا شك هذا يحتاج منا يعني جهد كبير، إحنا بعد أزمة كورونا في وزارة الزراعة وفي الحكومة ككل يعني بنحاول الاستفادة بناء على توجيهات سيد البلاد حفظه الله في مسألة أنه الاستفادة من أزمة كورونا بأن تكون فرصة أن نصبح كمركز إقليمي للأمن الغذائي في المنطقة العربية وللأسواق المجاورة، وأن نقدم يعني محاصيل تصلح ذات قيمة تصديرية وذات ميزة لدى دول الجوار، وأيضا أن تكون يعني هذه المحاصيل لها يعني مردود حقيقي على الاقتصاد بشكل عام إن شاء الله. لورنس المجالي الناطق باسم وزارة الزراعة، شكرا على كل هذه التفاصيل.